اول حاجه احب اقولها ارجوكم يعني سامحوني ان في دوشه وكده. انا راجل ما عنديش استوديو وما عنديش امكانيات لان انا اهدي الجو حواليا، يعني لان انا قاعد في البيت وبسجل من البيت، فطبعا في اللي طالع واللي نازل ضرب يعني ترميات هنا، يعني في اطفال، يعني هعمل ايه؟ طيب المهم سامحوني في الحكاية دي، وسامحوني في حاجة تانية، او ما تتأثروش بحكاية البرنيطة اللي عليها الزمالك. انا دورت على البرنيطة السوداء اللي بلبسها دايما ما لقيتهاش، ما عرفش بتتغيس البين ولا ايه، اي حاجة. المهم انه ايه، يعني سواء انا كنت زملكاوي او اهلاوي او اسماعيلاوي، انا النهاردة بتكلم عن منتخب مصر كمصري، ومصري عايش برا مصر بقالي سنين، سنين طويلة، يعني مش هقولها طبعا عشان محدش يفهم ايه سني قد ايه. المهم ادوني بقى فرصة اقول لكم ايه سبب ان منتخب مصر مش واصل لمستوى حتى الفرق الافريقية اللي بيلعبها. انا بتكلم الكلام ده قبل ما نلاعب منتخب بوركينا فاسو، وقبل ما نلاعب المنتخب اللي بعديه موزمبيق ولا زيمبابوي، معرفش لسه مش متأكد، يعني ممكن نغلبهم وكل حاجة. ويقول لك اه طبعا انت طلع كلامك في شينكاو. لا انا بتكلم بصفة عامة، انا راجل ببص من بعيد كده واشوف الصورة واشوف الماضي القريب والبعيد. في حاجة او في اسباب لحالة الاضمحلال بتاعت الفريق القومي. مشكلة مدرب؟ لا. مشكلة لعيبة؟ لا. ما المشكلة ايه؟ انا اقول لكم مشكلة ايه. مشكلة العقلية التنظيمية او العقلية التخطيطية للمنتخب. طيب فسر شوية يا عم الحاج، بلاش ايه الالغاز والكلام التقيل ده، ما ترسمش يعني نفسك ماشي. انا بحب كده يعني ايه اخلي الحوار فيه شوية تشويق يعني، بس مش قصدي يعني اتعبكم في حاجة، يعني هتنبسطوا خالص في الاخر، لان في حل. انا شخصيا كواحد مشجع كورة زملكاوي عتيد، مش عاجبني مستوى المنتخب ولا الاحتكاك ولا اللعيبة بتوع المنتخب، يعني فيهم ناس كويسة بس مش الأداء اللي هو يوصلنا إن احنا نكسب كاس أفريقيا أو ندخل كاس العالم، ولو دخلنا ندخل بالصدفة وهنطلع بزيرو زي المرة اللي إيه اللي فاتت. الحكاية مش حكاية محمد صلاح يعني، أو فلان أو فلان، ولا حسام حسن ولا غيره، وهي الحكاية حكاية من الأصل تخطيط وتنظيم وفيجن لمستقبل الكرة المصرية. ثلاث حاجات هقولها توصلت لها بعقلي المتواضع، رغم ان انا مش في مجال الرياضة، يعني انا مش مدرب ولا انا اداري ولا انا بشتغل في الصحافة ولا الاعلام. انا مجالي في الحياة، علشان تبقوا عارفين يعني، يبقى نتعرف شوية عن بعض يعني على بعض، يعني انا طول عمري بشتغل في مجال المحاسبة والادارة المالية والحاجات دي والبادجت والكلام الفاضي ده. طب ايه الهواية الاولى ليا؟ الهواية الاولى ليا بصراحة يعني هي سماع الموسيقى بانواعها يعني والاغاني وكده، انما الهواية اللي بعدها الكرة والزمالك وايطاليا وحاجات زي كده، يعني كاس العالم مش عارف ايه، ليفربول برضو كفالت بقى. وندخل في الموضوع دايما اقول الحكاية دي لت، دي عجباني كلمة لت اوي. ثلاث حاجات لو عملناهم خلال الخمس سنين اللي جايين هتشوفوا منتخب تاني قوي جدا. ايه هما الثلاث حاجات دول؟ خلي بالكم انا بتكلم على التخطيط، مش هتكلم في التفاصيل المملة. اول حاجة، يقوم اتحاد الكرة المصري بتقليص عدد فرق الدوري من العدد اللي موجود حاليا، اظن 18 ولا 120 حاجة زي كده، الى 12 فريق فقط، ويكونوا ال 12 فريق دول طبعا بما انهم 12 بس هيكونوا احسن 12. ليه؟ هقول لكم ليه واحده واحده.
الأول ده القرار الأولاني، تقليص عدد الدوري، عدد فرق الدوري الممتاز إلى 12. ماليش دعوة بالدوريات التانية، برضو ممكن تبقى 12 16 بس عمرها ما تبقى 18 أو 20. نمبر 2، إنه اللعيبة الأجانب، والأجانب مش اللي هم بعينين زرقاء أو شعر أصفر، لا، الأجانب هو كل ما هو ليس مصريا. يعني تقول لي ده أصل ده تونسي، يعني ده شقيق، ده مغربي، ده فلسطيني، ده حبيبنا، ده أفريقي، يعني أي، لا معلش، يعني عدد الأجانب اللي يلعبوا في أي ماتش في الدوري المصري لوان تيم، يعني للزمالك مثلا أو للأهلي أو لأي فرقة في الدوري، 2، سواء كان أفريقي أو تونسي أو فلسطيني. بس كلمة أجانب دي مش شتيمة، أجانب هو كل من لا يحمل الجنسية المصرية، على احترام، على رأسنا من فوق كل أجنبي في العالم والدول المجاورة والعرب وكل حاجة، ولكن دي عملية تنظيمية لمصلحة الدوري المصري. هتقولي ليه؟ أقولك بعدين، خلينا الأول نمسك 1 2 3. دلوقتي خلصنا 2، نمرة 3 بقى مش صعبة طبعا، هي التكثير، يعني بالثه الإكثار، عشان يبقى لغة عربية، عشان أنا مش خريج الأزهر، يعني الإكثار من الاحتكاك مع فرق ودول قوية، سواء على مستوى المنتخب أو على مستوى الفرق. يعني مثلا عايز أشوف الأهلي كده يستضيف منتخب نيجيريا ويلعبه، أو مصر، الزمالك يروح يلعب منتخب المغرب. هتقول لي طب ما هم مش هيرضوا باللعب العيال ده، يعني محاولات، احنا بنخطط، وبعدين عندنا ناس في التسويق وناس في الاعلام وناس في يعني انت بس خد الفكرة، بلاش الفرق، خليها المنتخب. المنتخب يستضيف منتخب السودان، منتخب السعودية، منتخب العراق او سوريا، منتخب تونس، المنتخب المصري يروح يلاعب مثلا زامبيا، يروح لاعب ساحل العجم. فهمتوا الفكرة؟ هتقولي ليه؟ هقول لك بعدين. احنا كده خلصنا، انا بقترح الثلاث حاجات دول نراجعهم تاني مع بعض. اول حاجة هي تقليص عدد فرق الدوري الممتاز الى 12. ليه؟ اولا مش هيبقى في احتكاك ما بين الفرق الكبرى. عندنا فرق كبرى في الدوري لازم نعترف بكده، وهي الاهلي والزمالك والاسماعيلي والاتحاد والمصري، خمس ست فرق بالكتير، دول اسمهم الفرق الكبرى. وبعدين في فرق المتوسطة اللي هي، انا اسف، ان بيراميدز من ضمن الفرق الكبرى، يعني اللي هي بعد كده. يعني انت بقى شوف، انت قسم الدوري وشوف ال 12 فرقه فيهم طلائع الجيش وامبي ولا سيراميكا ولا فيوتشر، فيها مين؟ 12 فرقه. لما هيبقوا 12 فرقه جامدين هيبقى المستوى عالي او هيعلى. ولما نمره 2 بقى، عشان انا قربت اخلص الفيديو، نمره 2 اللي هي لما اللعيبه الأجانب يبقوا بحد أقصى 2 في الماتش، مش 2 في الفريق. ممكن الزمالك يستقدم 2 أفريكان و2 من شمال أفريقيا، بس ما يلعبوش في الماتش إلا 2. فاهمين القانون ده؟ هم 2 اللي هيلعب. يعني نزل المسلوسي ونزل الجزيري، ما تنزلش بقى أنداي ولا منداي. بس الأهلي نفس الشيء، عنده 3 عنده 4، يقلصهم ل2، معلول وبيرسي تاو، ودول حلوين قوي، دول بيخلصوا اي ماتش. بعد كده هتفهم ليه في ثانية، هقول انا ليه. ما اسمع، اللعيب المصري عايز يحس انه هو فرخة بكشك، مش انه هو كمالة. انت لما تجيب اجنبي بتدي الاجنبي مميزات واولويات، بتخلي المصري يجيله احباطات. انا مش تركي، بس ده هي جت حكمت كده، يعني مزايا ورواتب
وإقامات وتذاكر وعائلات ومحادثات ومقابلات ومش علشان خاطر ده من هنا وده من هنا. أما المصري عيني يقول له يعني إيه فوت علينا بكرة. المصري عنده نفسية وعنده إحساس عميق إنه هو مضطهد في الملاعب يعني حتى في بلده. ديله الأولوية، خلي عندك احترام لنفسك، اديله الأولوية، ما تمجدش اللي جاي من بره على حساب المصري. تقوم لأن هم دول المنتخب، انت المسلوسي مش هيلعب معانا ضد تونس الجزيري مش هيحط جوان في تونس، ده هيحط جوان فينا احنا لما يلعب مع... انت عمال تطعمه وتقويه عشان يلعب ضدنا احنا بهدلنا. ونفس الشيء بيرسي تاو لما لعب مع ساوث أفريقيا اللي هي بلده كان عمال يتحنجل على المنتخب المصري اظن كده. المهم يعني فهمتوا الفكرة، انا ادي الاولوية لابن البلد علشان نفسيته تبقى عالية ويبقى فاهم انه هو اللي نجم، مش الاجنبي هو اللي نجم، الاجنبي هو اللي كماله. انا مش على فكرة انا مش بتاع القلة الحمراء والقلة البيضاء، انا بتكلم حد عارفها النقطة دي، انا بتكلم بجد. نفسية المصري بتتأثر لما تجيب له واحد وتقول له هو ده الديك وانت بقيت الايه؟ شوربة. نمرة ثلاثة، احنا كده خلصنا واحد واثنين ولا ايه؟ خلصنا واحد واثنين. نمرة ثلاثة عشان اشرحها بسرعة، الاحتكاك مع الدول القوية والفرق القوية والاحتكاك الدائم. عندك واحد برامج، بيعمل برامج، قاعد في اتحاد الكرة يعمل برامج للمنتخب، يلاعب مين حبي ويلاعب مين ودي. وفي الفرق الزمالك كان بيجيب وستهام وديربي كاونتي وجابوا ريال مدريد زمان، والاهلي جاب برشلونة وبنفيكا، ولا الزمالك جاب برشلونة والاهلي جاب بنفيكا وسراييفو من يوغوسلافيا زمان يوغوسلافيا، وجبنا لاتسيو وجبنا روما، الاهلي جاب روما ولعب كمان سانتوس اللي هو بتاع بيليه بس اتغلب لان بيليه اعجاز. المهم يعني الاحتكاك ده بيفيد المنتخب المصري. معلش انا سرحت شويه، دول ثلاث اقتراحات من الايه العبد لله. هل حد هياخد بيها؟ انا لا عايز مكافاه ولا عايز اتضرب بالجزم، انا بتكلم بمنتهى الحب ومنتهى الصراحة في الموضوع ده. والموضوع ده يعني ممكن ينطبق على أي دولة تانية، حتى على السعودية. السعودية فيها لعيبة جبارين جدا، سعوديين محليين زي البليهي ده، أنا ما شفتش في حياتي مدافع زي، معلش أنا بروج للفيديو بتاعي عن علي البليهي، لا مش قصدي روج للفيديو، أنا بتكلم جد. سعود الدوسري من الناس اللي هي مهاجمين، لسه ما شفتش حد كده، لا اجنبي ولا مصري ولا هندي ولا، ما شفتش. تجيب له بقى انت كريستيانو رونالدو وتقول له هو ده المنقذ، انت متضايق. لو ان سعود ما بيحوقش فيه ابن اللذين، بيلعب في الهلال يعني، بس ده نفسيته عاليه سعود، مش فاضي. هو بياخد مواضيع يعني بياخد المواضيع بطريقه تانية يعني، بس احنا عندنا في لعيبه بتبقى حساسه بتتأثر يعني إذا حد خد بأفكاري أكل بها. كان في واحد زمان ولا بلاش، ما خدش بأفكاري بلاش، ما يجراش حاجة. حد خسر حاجة غير شوية الدقايق بتوع الفيديو دول؟ لا. طيب شكرا، وما تأخذونيش يعني على التطويل يعني، ألف شكر.